ألو ألو ألو، ناس ما بتستحي، قليلي ندب. والله ولساتك قوية يا أبو سعيد. ألو مرحبا، قسم الجراحة العصبية لو سمحت. ألو، ممكن أحكي مع الدكتور علاء؟ أهلين أبو سعود، وينك؟ والله مشتاق لكم يا علاء. كيف الشغلة معك؟ يعني ما صار اللي عملته؟ شو بدك هذا شو؟ الشغلة صغيرة ما بتنحكى على التليفون. شو رأيك أعزمك على الغداء؟ لا لا ما في داعي، أنا ساعة وبكون من البيت، تعال عندي ونتفاهم. طيب ماشي، مع السلامة. الله معك. هذا أخوك اللي تجوز على مرته؟ يا سيدي بحياتي ما شفت اجل منه بالعالم كله. الك مثلها. شو قصتك حكيم؟ حاسك صاير مثل امي ناطرني على الدقه. شبك شبك خلينا نكمل الزيت شبك.